بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى أبويه الأجلين الأكرمين إبراهيم وإسماعيل وعلى آلهم وأصحابهم ومن اتبع هديهم واقتفى آثارهم إلى يوم يبعثون. ثم أما بعد، لازلنا في قول الله عز وجل: ليس الله بكاف عبده. قلنا إنها مقدمة ونتيجة. إن أردت أن يكفيك الله عز وجل ما أهمك وغمك فلا بد أن تكون له عبدا، ومن أجل أن تكون عبدا لا بد أن تتصف بصفات. سأحاول في هذه الليلة أن أختصر لكم الأمر اختصارا، لنبدأ غدا إن شاء الله سلسلة دروس إلى آخر الشهر حول نداءات القرآن الكريم. لتكون عبدا ينبغي أن تتم فيك صفات. قلنا أمس لتكون عبدا ينبغي أن تكون حسن الإيمان، فتطهر موضع قلبك وتطهر لسانك وتطهر جوارحك. ومن أجل أن تكون عبدا ينبغي عليك أن تكون متوكلا على الله، راضيا بالله، ذكورا، شكورا، صبورا. فالذي يريد أن يكون عبدا لله عز وجل لا بد وأن يكون متوكلا على الله، راضيا بالله، ذاكرا لمولاه، شاكرا لأنعمه، صابرا على لأواء الحياة. ومن أجل أن تتم فينا هذه الصفات لا بد لنا أن ندرك شيئا مهما جدا، وهو أن جماع ذلك في محبة المرء لمولاه سبحانه وتعالى. إذا أحببنا الله عز وجل بصدق وامتلأت قلوبنا بمحبة الله عز وجل على وجه التحقيق، أصبح مرادنا في مراد الله وهوانا فيما يريد الله. ولذلك ورد في الأثر عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: والله ما أبالي، والله ما أبالي إن قمت أو نمت على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أعلم أين الخير، فيما أحب أو فيما أكره. إننا لا نعلم أين الخير، إن الذي يعلم أين الخير هو الله سبحانه وتعالى. والراضون بالله المحبون في الله هم الذين يجعلون ثقتهم كاملة في الله. سفيان الثوري يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو خيرت بين محاسبة الله عز وجل ومحاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله سبحانه، لأنني أعتقد اعتقاد شك فيه أن الله عز وجل أرحم بي من أبوي. أبوك قد يقسو عليك، والله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ثقة حينما يمتلئ بها قلب العبد تذوب الدنيا كلها. حينما تنظر فلا ترى إلا وجه الله تفتح لك الأبواب المغلقة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن ولدي وحيدي أخذه الأعداء وأخذوا ما كان معه من غنم ومال، وبقيت أنا وأمه ضعاف لا قوة لنا ولا حول. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: سل الله، اجمع همك وارفع يديك إلى مولاك، فإن الله عز وجل عهد ألا يرد يد عبد صفرا. الحديث أعجب مما أقول: إن الله لا يستحي من العبد، الله
يستحي مني ومنك من الصغير والكبير، أن يرفع العبد يديه إلى الله عز وجل يقول يا رب مهما كانت ذنوبه وكيف كانت خطاياه، يستحي أن يمد العبد يديه إليه ثم يردهما صفرا من غير عطاء، والله لا تكون، وهو الكريم. الكريم لا يرد يد سائله أبدا دون أن يعطيه شيئا، وعطاء الله عز وجل مهما ترى أمام عينك قليل فهو كثير عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل الله. ذهب الرجل إلى زوجته، قالت ما أجابك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي سل الله. قالت نعم ما قال رسول الله. فطفقا يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل للمرء حول ولا قوة إلا بمولاه؟ حينما تنقطع الأيدي عن مساعدة بعضها بعضا، وحينما تغلق أبواب الخلق، يبقى هناك باب لا يغلق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أبى الله عز وجل أن يجعل لنا فيه وإليه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يشترط عليك لا طاعة ولا صلاة ولا صوما إذا دعان. ثم أمرهم بعد أن أجابهم وبعد أن أعطاهم وبعد أن أنعم عليهم، قال فليستجيبوا لي. رأوا النعمة فلا يبدل نعمة الله كفرا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ إن الله عز وجل أقامنا في الأرض سنين عددة نأكل ونشرب ونكسب ونتمتع، وجعلها لنا مستقرا ومتاعا دون أن يطلب منا أن نركع بين يديه ركعة واحدة حتى نبلغ. أبونا آدم خلقه الله عز وجل مما خلق، وأسجد له الملائكة ولم يأمره بعد بالسجود له. ما رأينا في كتاب الله عز وجل قط أن الله أمر آدم أن يسجد له، إنما حينما خلقه من طين لازب من حمأ مسنون عفن أمر الملائكة الخلق النوراني أن تسجد لآدم عليه السلام. فأي تفضيل من الله وأي إنعام من الله عز وجل أنعم به على البشر، وأي إعراض وأي حمق نحن نعرض عن الله عز وجل بكلنا وظهورنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى ونحن وقوف بين يديه نسجد له ونركع، عقولنا وقلوبنا شاردة في مكان آخر، الرؤوس منحنية والقلوب فارغة خاوية تذهب حيث تذهب، لا يعنيها بين يدي من تقف. حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق وهو يقول له يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عن الله راض؟ إن الله عنك راضي، فهل أنت عن الله راض؟ هذه الجملة المعجزة أخذها سفيان الثوري، وكان يوماً جالساً عند رابعة العدوية. جلس سفيان إلى رابعة وهو يقول اللهم ارض عنا. فنظرت إليه رابعة وقالت له أما تستحي تسأل الله أن يرضى عنك وأنت لم ترضى عن الله؟ أقول أينا راض عن الله عز وجل؟ اللي معاه ليس براضي، راضي. اللي عنده الولد ليس براضي، وفاقد الولد ليس براضي. اللي في بيته طعام لم يرضى، واللي بيته خاوي لم يرضى. اللي عنده سيارة مرسيدس غير راضي بها، واللي عنده أقل منها غير راضي بها، واللي أمواله مكدسة في البنك غير راضي بها، واللي عنده قصر مشيد غير راضي به، واللي عنده بيت متواضع وبسيط غير راضي به. نحن غير في الحقيقة غير راضين عن الله عز وجل، ثم نطلب من الله بلسان الكذب والخداع أن يرضى الله عز وجل عنا. ألم أقل لكم أليس الله بكاف عبده؟ نحن لسنا عبادا، نحن لسنا عبيدا.
ومن أجل أن تكون عبدا لله عز وجل لابد أن تكون عن الله راضيا وعليه متوكلا، وأن تكون واثقا بالذي في يد الله عز وجل لأنه معطيك أكثر من ثقتك في الذي بيدك، لأن الله عز وجل يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يعطيك الله عز وجل ويملكك كل شيء ثم يضرب بينك وبين ما ملكت بحجاب لا تستطيع أن تتمتع به، وأنت تسعى وأنت تنظر وأنت تسمع وأنت فيك قوة تهد الجبال، ومع هذا يمنعك الله من التمتع بها. إن أردت الله عز وجل فكل لله شكورا، تأتيك النعمة القليل والكثير، افرح بعطية الله، قل اللهم لك الحمد. أنت لست خيرا من نبي الله موسى. موسى نشأ في قصر وهو ابن أيام قلال، نشأ في أعظم قصر عرفته الإنسانية قط، قصر فرعون. هل يشك في هذا شك؟ تمتع، أكل، شرب، أمر، كان ابن الفرعون، كان يشار إليه بالبنان. فلما خرج من مصر خائفا يترقب، أكل من ورق الشجر حتى ذاق مرارة الجوع، والتهب بطنه بلهيب وحريق العطش، حتى وصل إلى مدين. فلما آوى إلى الظل وشرب شربة ماء أذهبت الصدى والعطش، ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أينا يفرح بعطية الله ويقول يا رب هذا الخير الذي وصل إلي إليك الذي وصل إلي منك كنت في حاجة إليه، فرحت به غاية الفرح، جاء في وقته، تهلل وجهك وفرح قلبك وسعدت وشعرت بنعمة الله عز وجل تجري بين يديك، فقلت بلسان الحال والمقال اللهم لك الحمد. من الذي يقول هذا؟ من أجل أن تكون عبدا كن صبورا، أن يطمئن قلبك لقدر الله فيك، مقامك حيث أقامك، ولو درت الدنيا بأكملها لن تختار لنفسك أفضل ولا أحسن ولا أجل ولا أكمل مما اختاره الله لك، فاصبر على عطاء الله عز وجل. لولا أن الله عز وجل ابتلى الأنبياء بما ابتلاهم ما ارتفع ذكرهم ولا على شأنهم. وهل هناك بلاء أعظم من الذي ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما أذي أحد في سبيل الله مثلما أذيت، ولكنه صبر ورضي، وإن أمر المؤمن كله له خير في هذه وتلك. ولذلك وصف الله أهل الصبر بأن أجرهم يوفى لهم من غير حساب. إذا أدركنا هذه المعاني وأردنا أن نكون عبيدا لله عز وجل يكفيهم مولاهم بحسن عطاياه يحميهم ويحفظهم ويؤويهم ويدفع عنهم الشر ويمنعهم من كل أحد في السماء أو في الأرض، رزقهم يرد إليهم يملكهم إياه وقت ما شاء، أمرهم إليه لا يسمح ولا لأحد أن يدخل فيما بينه وبين عباده. إن فهمنا هذا وأدركنا وعرفنا أن معنى العبودية ليس أن تسجد سجدتين بين يدي الله عز وجل، إن الملائكة سجدت لآدم وليس عبيدا له، فكم من مرة نسجد لله عز وجل ولا نشعر بطعم العبودية ولا بحلاوتها. العبودية أمر يملأ النفس طمأنينة وسكينة ومحبة ورضا وحسن توكل على الله عز وجل، فلا تكاد تبصر العين مع الله عز وجل أحد. يكون الأمر كما قال رابعة ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى وكل الأنام غضاب، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. والحمد لله رب العالمين.